السلام عليكم. بما انه القاعدة مطولة بالبيت بعد فت كم يوم زيادة والملل صعد المستوى الاخير وصلنا مرحلة الوحش، فحبيت اسوي فيديو غريب شوية ما الناس الملل كاتلها، نطلع بي عن المألوف من اخبارنا وتسريباتنا والاجهزة اللي نراجعها، ونخلص من سالفة ابل قالت وسامسونج سوت وهواوي حضرت وهكذا. قلت خلي هالمرة نسوي تغيير، قاعدة افكر شوية شنو نسوي مغاير يكسر الروتين. وصلت لهاي الفكرة وقلت اشارككم بيها. هي هاتف احلام، يعني نسوي هاتف احنا نحضره نخلي بالمواصفات اللي نريدها ونجمعها بجهاز واحد، لكن شنو المواصفات اللي سويناها ومن يا شركات اخذناها؟ هذا اللي راح تعرفوه بهذا الفيديو. مرحبا وياكم حسن من قناة تيك تايم، واهلا بكم في فيديو اليوم. هنا اكو حيرة كبيرة واكو العديد من الشركات اللي تصنع اجهزة تخبل او فائقة الجمال بالعربي الفصيح، لكن انا اختارت تصميم الوان بلس كونسبت وان، ومتابعين قناتنا الاعزاء يعرفون انه انا اكره التليفونات ببيوت الكاميرات المربعة، لكن تصميم واحد اعتبرته مثالي يستحق نخليه بتليفون الاحلام هو ظهر الوان بلس كونسبت وان، مصنوع من الجلد الروعة والكاميرات مخفية تحت الزجاج متغير الاتومية او الالكتروماتيك جلاس. ما تشوف كاميرات التليفون الا من شغل تطبيق الكاميرا وتتخفف العتمه مال الطبقه الزجاجيه الخارجيه فوق الكاميرات. انا كان اختياري هو الوان بلس، انتوا شاركوني برايكم اذا كان التصميم اللي تردوه لهاتف احلامكم من غير تليفون. أنا وبشكل أكيد راح أختار شاشة الـ S20 Ultra، مقاس أسطوري 6.9 إنج، دايناميك سوبر أموليد بإضاءة توصل للألف نيتس، تباين خرافي ما إلى مثيل، تردد ممتاز عند 120 هرتز وأقدر أتحكم به براحتي، قطع من الأصغر ما بين التليفونات، هذا إن قررنا أن نبقي النوتش الأصغر. أيضا هاي شاشة تدعم الـ HDR10 والطيف اللوني الأداق الـ DCI-P3 Color Gamut، فما أتصور أكو شاشة تقدر تنافسها من أي تليفون ثاني. هنا الحيرة الأكبر بين معالج أبل أو كوالكوم، لكن أنا راح أختار كوالكوم لأن أصبح برأيي بنفس القوة مال المعالج مال الأبل وأفضل من معالج أبل بكثير مجال الذكاء الصناعي والتصوير، وقدر أيضا يدعم الـ 5G اللي شريحة أبل ومعالجها الـ A13 ما تدعمه لحد الآن، لكن الرامات راح أختارها من سامسونج الـ LPDDR5 وبسعة 16 جيجا نفس الموجودة بالـ S20 Ultra، وحتى ذاكرة الـ S20 Ultra راح أخذها لأن هي USB 3.1 بسعة 512 جيجا، أما الواي فاي فهو واي فاي 6 ما ننسى، وطبعا نضيف بالتليفون انفراريد و NFC وراديو اللي ولا شركة تخليه بفلاكشيب. هنا نختار بطارية الوحش الأسوس روغ فون بسعة 6000 ملي أمبير اللي راح تمشيك براحة راحتك وأكثر من يوم، واختار شحن سلكي سريع من أوبو قدرة 66 واط. أما الشحن اللاسلكي والعكسي فما نقدر نستخدمه بتليفون الأحلام مالتنا لأن ظهر الهاتف اختاريناه من الجلد من الوان بلس، هاي نقطة ضد تصميمنا، بس ويا هذا الشحن فما أتصور تحتاج شحن عكسي أو لاسلكي لأن 66 واط تفول لك هاي البطارية بأقل من ساعة، ولا تنسون ساعة البطارية 6000. هنا راح يكون اختلاف، اكو اختيارين برايي هما الاهم، الابل اي او اس والاكسجين او اس من وان بلس، لكن بما انه غالبيه تليفوننا باختياراته جتي من عالم الاندرويد اللي راح يعطينا الحريه للاختيار، فاني راح اختار الاكسجين او اس اللي حقق ارقام متوحشه بالاداء بمنصات الانتوتو والجيك بنش، وكاستعمال اعتيادي اغلب التقنيين يقرون ان الاكسجين او اس افضل واخف سكين بالاندرويد واسرع نسبيا من الاي او اس. هنا الحيرة صارت أكبر، وإذا قررنا نختار منظومة كاميرات كاملة مال أي تليفون بدون أي تعديلات فمباشرة أختار نظام الكاميرات من هاتف M30 Pro 5G اللي تشوفون مواصفات كاميرته أمامكم واللي لازال محصل على المرتبة الثانية موقع DxO Mark، ولكن برأيي وخصوصا بالفيديو إمكانياته ما مسبوقة بتليفون، وإذا ردنا أنه نجمع العدسات من مختلف الأجهزة فرح أختار كاميرا الـ S20 Ultra الأساسية بقوة 108 ميجا بكسل، أما التليفوت فأيضا أختارها من سامسونج بقوة 48 ميجا بكسل، أما الألترا وايد فأختارها من هواوي بقوة 16 ميجا بكسل، ومتحسس عمق والسوفتوير أيضا أخذ من الهواوي لأن ينطي معالجة وإمكانيات احترافية عالية جدا ما موجودة بغير تليفون، خصوصا البرو مود اللي موجود جزء من خواص السوفتوير مال كاميرات هواوي.
أصدقائي هذا شان تليفون الأحلام، جمع كل شيء ومن أفضل شيء موجود بعالم التقنية اليوم. يستحق هذا التليفون لو نخلي له سعر مثلاً $1000 لو أقل، أما إذا سويناه $700 أو $800 فبرأيي الحسبة تكمل ويصير من صدق أفضل وأحسن تليفون بالعالم. لكن الأحلام أحلام وما تصير حقيقة إلا بخيالنا. شاركوني أصدقائي آراءكم واختياراتكم، وإذا تشوفون أكو جانب أو جهاز يستحق أن نخليه بهاي التركيبة الجميلة فقولوا لي وشاركوني به حتى نخليه بالتليفون الجاي للأحلام. هذا كان كل ما عدنا لهذا اليوم، ونشوفكم بالفيديو الجاي. في أمان الله.